بعد خطوبة استمرت 6 أشهر، الفنانة سهر الصايع تعلن فسخ خطوبتها على إنستغرام. أعلنت الفنانة سهر الصايغ منذ دقائق فسخ خطوبتها على أستاذ الجراحة بجامعة القاهرة صلاح العباسي بعد 6 أشهر من احتفالها بالخطبة. وكتبت سهر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام: اللهم ارزقه خيرا مني وارزقني خيرا منه، تمت فسخ خطوبتي، رأيت منك خيرا وقابلتك بالخير، فعسى الله أن يبدلنا خيرا. ومن ناحية أخرى، شاركت سهر الصايغ في الموسم الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، أحمد كشك، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد نجاتي، جمانة مراد، فرح يوسف، من إخراج أحمد خالد موسى. وعرض لها مؤخرا على منصة واتش إت فيلم الباب الأخضر، وشاركها بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم إياد نصار، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة ليالي، رشدي الشامي، عابد ديناني، إسلام حافظ، حنان سليمان. قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج شركة كوديكس. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا